وسهلا فيكم من جديد. والإنسان المتميز هو من يجعل الأشياء أفضل مما وجدها عليه، وهو من يترك الأشياء أجمل مما كانت عليه. بهاي الجملة وصفت جلالة الملكة رانيا العبدالله التربويون المتميزين عن جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، وتجربة حية من المعلمة عبير عقيل ضيفة فقرتنا. خلونا نسمع منها أكثر. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ونورتينا ومبروك. الله يعني هذه الجائزة مهمة جدا، وتحديدا للمعلمات. وقديش تعطي المعلمات والمعلمين عشان ما تأخذ علينا والمرشدين والمدراء والمشرفين والتربيين وإلى آخره، تربويين جميل، عشان الواحد يقدم كمان أفضل وأفضل، بصير الواحد في بينه وبين حاله منافسة وحافز حتى يقدم الأفضل. ولكن خلونا نشوف هذا الفيديو ونعود لنستكمل نقاشنا واستضافتنا للمس عبير. خليكم معنا. جبنا لعبة جديدة بخط الأعداد، لكن هاي المرة رح نستخدم خط الأعداد بالعكس. أول إشي خلينا نعد الأعداد الموجودة عندنا. يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اتفقنا إنه هاد اسمه خط الأعداد. آخر مرة كنا نحكي عن إشارة الطرح أو إشارة الناقص. الآن بدنا نلعب لعبة خط الأعداد مع إشارة الناقص. شوفوا كيف هاي السيارة رح تتحرك. أول إشي بدنا نختار من هون عدد، نفترض إنه 6. ناقص بدنا نأخذ كمان عدد، 4. شوفوا كيف رح يصير، 6 ناقص 4 يساوي. أول إشي نضع السيارة عند العدد 6، أي عند العدد 6 ناقص 4. إذن بدنا نخلي السيارة تعمل رجوع 4 خطوات. يلا عدوا معي، 1 2 3 4. وين وصلت السيارة؟ أحسنتم، على العدد 2. إذن يساوي 6 ناقص 4 2. خلونا نبدأ بأعداد جديدة. شو عندنا هون؟ 5 ناقص 3 يساوي. يلا يا سيارة، بدنا نروح على عدد 5 اللي عندنا هون. 5 كم ناقص كم؟ ناقص 3. إذن بدنا نرجع رجوع ناقص 3. يلا نمشي، 1 2 3. وين وصلنا؟ على عدد، أحسنتم، 2. إذن رح يكون يساوي 2. 5 ناقص 3 يساوي 2. يلا نعمل كمان تمرين. إيش في عنا هون؟ العدد 9 ناقص 4. كمان مرة، 9 ناقص 4. أول إشي بدنا نروح على 9. وينك يا 9؟ هي 9. بدنا ننقص منها كم؟ 4. يعني بدنا نمشي لورا، نرجع 4 خطوات. هاي السيارة عند 9. يلا ساعدوني، 1 2 3 4. وين صفت السيارة؟ عند العدد 5. أحسنتم، إذن الجواب بيكون 5. 9 ناقص 4 يساوي 5. أحسنتم. بدي منكم يا روضة تعملوا نفس هذا التمرين مع الماما، وتتعرفوا على إشارة الناقص مع الأعداد ومع خط الأعداد، وفرجوني أحلى فيديوهات. يلا مع السلامة. يعني عبير الفيديو، احنا كأهالي بنتسلى لما بنكون عم ندرس اولادنا بهاي الطريقه، ويمكن هي اقرب طريقه للوصول الى عقول وقلوب الاطفال. لما انت بتندمجي معهم وبتطلعي عن الصوره النمطيه للتعليم. احكي لنا عن تجربتك الخاصه، وايش اضفتي لهذه الجائزه من خلال تجاربك؟
طبعا الجائزة أعطتنا دعم كبير لحتى يعني لقب التميز، مش بس أنا بدي أحمل اللقب وخلص أضلني عند لقب التميز، لا بالعكس أنا بدي أضيف إبداعات لطلبة للأولياء الأمور للمعلمات اللي عندي، بدي أحدث تغيير لمدرستي لأي مكان بتواجد فيه. طبعا إحنا هنا زي ما شاهدنا بالفيديو هو عبارة عن مبادرة أطلقتها جائزة الملكة رانيا جمعية الجائزة بالتعاون مع سفراء التميز للمعلمين والمعلمات من رياض الأطفال لصف الثلاث الأولى. طبعا هي على بساطتها هاي الفيديوهات لكنها بتحل مشاكل كتير من الطلبة، من الكتابة، القراءة، بواسطة اللعب، بواسطة أدوات موجودة بالمنزل. يعني إحنا شفنا يعني قديش الأهالي الأولياء الأمور دورهم كبير ومهم خاصة في فترة جائحة كورونا، فإحنا سلطنا الضوء على مساندة أولياء الأمور لحتى نخدم إحنا والأولياء الأمور الطالب. في منهم بيعاني من مسكة القلم، في منهم بيعاني من مشاكل بموضوع الطرح، الضرب، الجمع، فهاي المشاكل اللي إحنا بنواجهها بالميدان حبينا نبلورها بفيديوهات بتحاكي الأمهات على مختلف شرائحهم بطريقة مبسطة غير مكلفة، إنهم يوصلوا لأبنائهم الطلبة وتعليمهم ودعمهم جنب إلى جنب إلى دورنا إحنا بالميدان. تركز هذه الفيديوهات بكورونا بس ولا كان في قبل كورونا؟ لا، هي انطلقت بعد فترة كورونا. أوكي. لحاجة أولياء الأمور لمثل هذه الفيديوهات طبعا، لأنه إحنا لاحظنا أنه ممكن أولياء الأمور وجدوا صعوبة. صح. أنه أنا ابني مثلا عنده مشكلة بنطق حرف معين، طب شو أعمل معه؟ عنده مشكلة مثلا بتقبل الاختلاف، بتقبل الذات، حتى كمان بتقبل العودة الوجاهية للمدرسة. عملنا فيديوهات برضو داعمة للأولياء الأمور وللطلبة، يعني كلها بتصب بمصلحة الطالب. نعم. فكانت الفيديوهات بسيطة جدا من أدوات موجودة عندنا بالمنازل زي ما شاهدتوا، سيارات، مكعبات بسيطة، بطاقات، لحتى نحل معظم المشاكل اللي بيعاني منها الطلبة من رياض الأطفال إلى صف الثلاثة الأولى. نعم. طيب يعني إحنا اليوم عبير بنحكي عن حجر أساس المدرسة والبيت، هم حجر أساس لأبناء الطلبة. نعم. والمعلمين أكيد هم ركيزة أساسية عشان أولادنا يكملوا مسيرة هذا الوطن. صح. كيف لقيتي تقبل العائلات لهذا الفكر؟ يعني إحنا كنا بمرحلة من المراحل رح نستسلم، إنه يعني خلص درسوا قدروا يستوعبوا 10%، أوكي ما قدروا يستوعبوا خلص. في مرحلة المراحل حسينا الأهالي عم بيستسلموا. اليوم قدي لقيتي نسبة تفاعل من الأهالي عم بتعاونوا معك على تطوير أفكارك؟ هو الحمد لله، يعني طالما المعلم بيطلع بأفكار إبداعية متميزة بسيطة، دائما الجمال يكمن في البساطة. دائما بدك توصلي فكرة معينة لطفل، لحدا كبير، لحدا يعني على مختلف الفئات، دائما ندور على البساطة. يعني قديش الأمهات بيشوفوا مثلا أنا حماسي كمعلمة كيف بنثر الإيجابية بتعاملي مع الأطفال، بخلي الأمهات يأخذوا هاي الإيجابية مني وأنا كمان بستمد منهم الطاقة، بتعرف بتعرف على مشاكل أبنائهم، بتعرف على مثلا إيش الأشياء اللي بواجهوها، إيش الصعوبات اللي بواجهوها، بنحاول إحنا وياهم نكون على نفس الخط لنحل هاي المشاكل ونتخطاها. والحمد لله حتى تقبل العودة للتعليم الوجاهي كان كتير يعني ناجح ومثمر، وشفنا الفرحة على وجوه الأطفال أول يوم وثاني يوم. فخلص الحمد لله يعني الحاجز اللي أو الفترة البعد اللي حصلت ما بيننا وبين الطلاب الحمد لله رجعت على تواصل قوي، على الحمد لله يعني بهمة قوية، والحمد لله يعني ماشيين معاهم يعني بهاي الفترة. بعيدا عن كمان الأمور التعليمية، بتناقشوا مواضيع مهمة أيضا بهاي الفيديوهات مثل موضوع التنمر. نعم. كيف عم بتعالجوا هذه المواضيع من خلال الفيديوهات؟ هي التنمر إحنا بنعاني منه، بس علاجه ممكن يكون سهل من خلال قصص معينة، من خلال مسرحية بسيطة، من خلال أنشودة معينة. نوصل لمرحلة إنه هذا الفيديو ممكن يخدم مثلا الأطفال هدول ويكسر حاجز التنمر أو الإشي اللي مثلا بيخافوا منه، الإشي اللي بيعانوا منه. فمن خلال دائما القصص البسيطة، القصص المصورة، بنوصل لحاجز
الحل إنه نكسر حاجز التنمر، ما في خوف من أي شيء مثلا ممكن يتعرض له، فدائما نستخدم الأساليب الدرامية والقصص لحل أغلب المشكلات اللي عندنا من ناحية تربوية. طيب تجاربكم الحية والمباشرة مع الطلاب أكيد لمستوا مشاكل معينة وواضحة عند أبنائنا الطلبة، شو كانت أبرز هذه التحديات والمشاكل؟ أنا بدي أحكي عن فئتنا كرياض الأطفال، المشاكل اللي يعني التربوية يعني بشكل عام طبعا التربوية، كيف الطفل كمتلقي توصل المعلومة، كيف المعلم كمعطي أو المعلومة اللي بتكون صادرة منه كيف توصل بطريقة سهلة. شو هي أبرز التحديات والمشاكل اللي عن جد لمستوها؟ هلا أنا التحديات بالنسبة لي بحلها عن طريق إني أنا أوصل لمستوى الأطفال، أنوع في المهارات اللي بعطيها، أوصل لأنماطهم المتعددة، ما بعطي المعلومة بطريقة واحدة لكل الطلاب. هلا هون ببرز المعلم المتميز. أنا مثلا كمعلمة في عندي أطفال، في عندي فروقات فردية بينهم، بحاول أوصل لهم معلومات من خلال اللعب، من خلال الدراما، من خلال المسرح، حركة، نشاط، موسيقى، ألعاب، فأنا هيك بوصل لجميع الأطفال على اختلاف أنماطهم التعلمية من خلال الأنشطة المتعددة، حتى لو كان مثلا بيخدم حرف أو بيخدم عدد بعطيه بأكثر من طريقة لحتى أوصل لجميع الأطفال. طب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال مرحلة حرجة، ونحن كنا نحكي أكثر أشخاص متضررين من جائحة كورونا هم من صفوف الثلاثة الأولى وهاي المرحلة. كيف هلأ عم بتحاولوا تلحقوا خلينا نحكي أو تعبوا الفجوة اللي صارت خلال الفترة الماضية؟ احنا حاولنا نتواصل مع الامهات، يعني كانت ارقام تليفوناتهم عندنا، حاولنا نتواصل معهم قبل بدء العام الدراسي، نهيئهم، نبعث لهم فيديوهات تحفيزيه، حتى لما استقبلنا الاطفال كان في تجاوب من الامهات ولا انا ماليش دخل دور على المدرسه؟ لا، التجاوب كبير جدا لانه الامهات حسوا انه طفلهم بحاجه انه يرجع لمدرسته، مكانه الصح هو مدرسته، مكانه الصح بين اقرانه. فكانت الرجعه بالعكس كثير قويه، كثير فيهم دافع وطاقة إيجابية لأنهم فعلا متعطشين لوجودهم داخل الغرفة الصفية. صحيح. فكان الإقبال الحمد لله يعني عكس ما كنا متوقعين أنه في خوف وتردد لأنهم كتير فترة طويلة صلهم مع أهليهم سنة تقريبا. فكان التجاوب معنا الحمد لله، أولها وجدنا صعوبة أنه في تعلق لسه بالأم وكذا، لكن بعد هيك بتشجيعنا بكيف نستقبلهم بطريقة حلوة، كيف نحضر لهم الهدايا، البلالين كذا، الأشياء اللي بتلفت انتباه الأطفال، فصار التجاوب الحمد لله أكبر واحتكينا، يعني خلص كأن هلأ صلنا فترة طويلة مدومين مع بعض. طيب عبير خلينا نحكي يعني بختام لقائنا عن جائزة الملكة رانيا، قدي مهم أن يكون في عندنا جوائز عشان نحفز المعلمين والتربويين، قدي في أهمية بالتنافس اليوم عشان أنت تظهري ما عندك، لأنه اليوم كمعلم ممكن المهارات من خلال الطلاب ونجاحهم أكيد يترجم على أرض الواقع، لكن مثل هذه الجوائز قدي مهمة بالنسبة لكم؟ طبعا جائزة الملكة رانيا وغيرها من الجوائز هي ضمن معايير عالمية، فأنا إذا بدي أرتقي بوظيفتي، أرتقي بمهنيتي، أسير على خط صحيح، لابد أني أطلع على هذه الجوائز. لو مثلا ما فكرت أني أشارك فيها، أطلع عليها أعرف شو بداخلها معايير، كيف بتنظم مسيرتي المهنية. فهي الجوائز مش بحد ذاتها أنه فوز وخسارة، هي عبارة عن رسم طريقنا بطريقة ممنهجة، بطريقة منظمة. وكتير بحث يعني حاليا الفترة الترشيحات، الآن إحنا موجودين يعني فترة الترشيحات لغاية 7 من تشرين الأول، بحث كتير المدراء والمديرات، المعلمين والمتعلمات، على المعلمات على خوض هاي التجربة. هي عبارة عن رحلة ممتعة كانت بالنسبة لإلي، وحث نفسه دائما بعبارات إيجابية، أنا مميز، أنا قادر، أنا سأصل للقمم، وإحاطة نفسه بالناس الإيجابيين، الناس السند اللي بيسندوك، الناس اللي بيرفعوا من شأنك لما بدك تقدم شيء أو تقدم على هاي الخطوة. فأنا كتير بدعوهم لأنهم يستمتعوا برحلة التميز، يخوضوا التجربة، يسكبوا جميع إبداعاتهم ضمن هاي المعايير، والله ولي التوفيق. يعني والله عبير أنا سنة من السنين يعني رحنا حضرنا حفلة التوزيع والجائزة،
لفتني شغلتين. أول شغلة فخر جلالة الملك رانيا بالمعلمات طبعاً. والمعلمين صحيح. والتربويين وقديش هي عم حتى كل شخص أخذت أخذ الجائزة تناقشت معه بالجائزة اللي أخذها هذا قديش أنا شعرت بالفخر إنه على التواصل ومعرفة بشكل كبير بهذه الجوائز. وأيضا فخر المعلمين والمعلمات والتربويين إنه أخذ جائزة أنا مبسوط. فهذا الإشي كمان صحيح طبعاً. وهذا الإشي كمان بيعطيه حافز لتقديم الأفضل والأفضل. وإحنا دائما بنحكي أهمية التعليم بكل الدول، يعني إذا كان التعليم هو ركيزة أساسية صلبة على أرضية جيدة لممتازة أنت عم نعطي جيل جيل مختلف وجيل عم بيساعد بلده. فبدي أشكرك وبدي أشكر تواجدك معنا ودائما